الأزمة الأوكرانية تتصدر جدول الأعمال السياسيين والدبلوماسيين الأوروبيين، فقد حذر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك خلال زيارته إلى كييف من عواقب وثمن التدخل الروسي في أوكرانيا، فيما يستعد المسؤولون الأوروبيون لبحث موقف مشترك إزاء تطورات الأزمة الأوكرانية خلال اجتماع طارئ يعقدونه الخميس في بروكسل. وزير الخارجية السويدي كارل بيلت ندد من ناحيته بالتحرك العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم قائلا: ليس من حق أي دولة أن تغزو دولة أخرى تحت ذريعة حمايتها أو حماية مواطنيها داخل هذه الدولة. في أوقات معينة من التاريخ الأوروبي طبقت أنظمة جائرة هذه النظرية أو هذه العقيدة، ولكن كان من أبرز مبادئ إحلال السلام والنظام والأمن في أوروبا ما بعد الحرب الباردة هو دحض هذه العقيدة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعا أثناء افتتاح الجلسة الرئيسية السنوية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى احترام بنود الاتفاق الذي وقعته المعارضة الأوكرانية مع الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش قائلا: من الضروري الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 21 فبراير، بما في ذلك البدء في الإصلاح الدستوري بمشاركة جميع المناطق الأوكرانية، ومن ثم يتم التصويت على هذا الإصلاح في إطار استفتاء وطني. ويلتقي لافروف في وقت لاحق بالأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي طالب روسيا بضبط النفس.